الشباب يعني في الخمس جولات الماضية من 11 في الترتيب إلى المركز الخامس وآخر ثلاث مواجهات انتصارات. هو بلا شك أخوي سلطان اللي اختلف في نادي الشباب من فترة بسيطة اللي هو الحاجة أن الاستقرار الفني وجود المدرب الداهية كارينيو اللي غير كثير من جل نادي الشباب، أضف إلى ذلك العمل الإداري الجيد جدا برئاسة الأستاذ أحمد العقيل ونائب الأستاذ خالد الثنيان اللي قدموا عمل كبير، واضف الى ذلك اللي كانت في اشكاليات في نادي الشباب الان تم حلها بخصوص المبالغ النقديه واللاعبين المحترفين. كارينيو قدم في الجولات الاخيره الاربع الاخيره بمستوى متطور، كان عنده انضباط فني كبير، يلعب بطريقه 4-4-2 لاول مره نشوف ناصر الشمراني يلعب اساسي مع بنيطو من تقريبا من اربع جولات قدموا كثير، اعاد بنيطو ناصر الشمراني الى التهديف، اضف الى ذلك وجود اللاعب الشاب تركي العمار، معه كان اللاعب الحاضر القائم اليوم عبد الله الخيبري اللي انضم للمنتخب الاولمبي، عوده اليوم الكابتن احمد العطيف اللاعب الخبير في وسط الملعب اعطى حيويه في وسط الملعب، احنا شفنا نادي الشباب زي ما قلت لك ان اللاعب طريقه 4-4-2 تقدم تركي العمار مع عبد المجيد صليهم يكون في زيادة عددية في الخط المقدمة، النادي الباطن افتقد كثير إلى المدافع سلطان المسرحي، افتقد إلى عبد الله الجوعي من ضمن المنتخب الأولمبي، افتقد إلى معن الخضري في المنتخب الأول المشارك في كأس الخليج، افتقد إلى اللاعب الهداف حق نادي الباطن اللي هو جورجي سيلفا اللي لحد الآن لم يعوض نادي الباطن باي لاعب، نشوف احنا كل مباراه يلعب مهاجم اخر. اليوم نادي الشباب قدم انضباط فني وتكتيكي كبير، لعب على عمق المدافعين نادي الباطن اللي هو باولو وجمال محمد اللي دائما يخترقون من العمق، في ثلاث فرص محققه لنادي الشباب اليوم بنفس الطريقه. بتزلي قدم مستوى كبير، بتزلي زي ما قال المعلق كان افضل صانع العاب في الدوري السعودي ب 32 صناعه هدف، ولكن ما كان يوفق فيها بنيط ولا ناصر الشمراني في الفترات الاخيره. 42 فرصه يا عبد الله، 42 فرصه كاكبر عدد في اللاعبين، ولكن لم تستثمر. طبعا جهاد الحسين في نادي التعاون هو اكثر لاعب صناعه للاهداف ولكن ب 35 فرصه، صحيح بنزلي هو الافضل الان ب 42 فرصه قبل هذه المباراه، واليوم زادت طبعا. الانضباط الفني الكبير اللي قدمه السيد كارينيو بصراحه يدرس، لعب في جميع الجولات الاخيره بنفس الطريقه وبنفس اللاعبين، طبعا يفتقد اليوم الى اللاعب هتان بهبري ولكن عوض اليوم باللاعب الكبير احمد عطيف اللي عودته اسعدتنا جميعا، وعودة الهداف ناصر الشمراني اللي عنده هز تهديفي، ولكن لا زال ناصر الشمراني يحتاج إلى مزيد من المباريات. ناصر يقدم 50 دقيقة يعني بجهد كبير ولكن بعدين انخفض مستواه، عشان كذا أخرج اليوم السيد كارينيو.